السلام عليكم جمال حباب، كي دايرين؟ هاني نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين. المهم خرجت الخريجه هذه كما كتعرفوا، المشي المهم كيجلب الطاقه الايجابيه. المهم غادي نحاول ندير واحد الخريجه الصراحه بوحدي، ندير نمشي في الصباح كما كتشوفوا الفيو زوين رائع. نوريكم واحد اللعيبه هنا سيدي راه في كيبيك، وصلتني في الطريق. هنا كاين واحد بحال شكل بتي بيبليوتيك، الناس اللي كيجيو كيحطوا كتبه ديالهم اللي ما بقاوش اللي فايتين قاريينهم، و تي خل تيعطيو اون نوتخ ديال واحد لا بيرسون اخر باش يقراهم حتى هو. غادي نحاول نشوف شنو كاين هنا اللي كي نقدر انا ناخذ ونقرا. انا اختاريت هاد جوج كتب هادو، هاد الكتاب هذا ديال ليفوليشن دو بابا. نحاول نشوف المهم علاش كيتكلم. المهم هنا نورمالمون دايرين كومون لو بير كيبيكوا ترانسفورم لا ماسكولينيتي. المهم غنشوفو توا واش كيهضر. المهم اختاريت هاد الكتاب هذا حتى هو مهم تري امبورطون، جي سونتي اي ديليس. حتى هو نشوفو علاش كيهضر، شنو هما لي المهم الفوائد ديال لي جي وهذا. المهم نشوفو من بعد بيتيت غنقدر نبارطاجي معكم شي فيديو، شنو شي مثلا شي عصيت ديال شي جي ولا شي حاجه من هذا القبيل. ونخليكم معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم، نشوف فين غاديني رجلي. كما شفتو رجعت لداك الجريده اللي جيت لها البارح اللي صورتها لكم، حطيتها البارح حطيتها في القناه. ومن بعد ما اختاريت هاد الكتيبات اللي شفتو قبيله، ريفوليسيون دي بابا و لو جي سونتي اي ديليس، غادي نحاول ان شاء الله نقراهم في هاد الجريده هادي. كما قلت لكم دائما الواحد يختار واحد دي مومون يكون بوحدو فيهم، يجيب معاه كتاب ولا غير يجلس يتامل الطبيعه. كي كتشوفوا دابا هادي جرده ان شاء الله، ولكن هي راه تريح صراحة النفس بعد نوات الإنسان تيبغي يكون هكا بوحديتو، يعيد النظر مع نفسه، يسمع الحرق الراس ديالو. مهم معليش، المهم أنا كنت دايزة كيما شفتو قبيلة في الشارع ديال سان فالي ويست، ودايرين داك بتي بيبليوتيك، الناس كتحط كتوبة ديالها مثلا ما مستعملهاش. وبحال دابا مثلا انا كيما شتوني اختاريت هاد الكتيبات، المهم تاروا الانتباه ديالي، بغيت نقراهم وجبتهم معايا لي مالا، هما في كراتوي. ها انتم الطبيعه ما شاء الله كراتوي، وهاد الكتيبات واضعينهم الناس تبارك الله ما كيبخلوش، كذلك كراتوي. غنحاول نقراهم نستافد منهم. قولوا لي الانسان تيبدا يضيع الطاقه ديالو اللي كتكون ايجابيه كترجع سلبيه بالخوا الخاوي والمشاكل، وهذا كيقول والاخر تيقول وما كيتسالاش المحاور. فالانسان صراحه خاصو يخلق الاجواء لراسو، وكما قلت دائما الاجواء الايجابيه. هانتوما مثلا فقط انا كنعطيكم غير على سبيل يعني الحوايج اللي نقدروا نخرجوا من داك الطاقه السلبيه الى الطاقه الايجابيه. انا اختاريت هاد المكان، جيت له البارح غير كنت انا وراجلي دايزين، وصراحه انني شحال دوزت كذلك ما عمري، وكندوز على هذا المكان وما عمري ما كنت كنعرفو. المهم انا نزيد نعاود ندير لكم هاد التصوير، غير هاد الماء اللي هو كما قلت لكم البارح شيت ارتيفيسيال، ولكن ما شاء الله والماء انت كتسمع صوت الماء. وغير تجلس في هذا المكان، ودابا كما جيت في الصباح راه كما كيبان لكم خاوي، البارح راه في العشيه تيكون الناس يكونوا هذا، دابا قلال الناس اللي كتشوفهم دايزين. انتم غير هاد الجليسه والتمتع بهاد الطبيعه، راه يعني هادي راه غير قلت لكم جرده جرده ما شاء الله. انتم نعاود نوريكم هاد الشيء هادو ما جيت قنت من جاي. يعني الانسان راه محتاج بحال هاد الجليسات مع راسو، اي بلاصه تلقى فيها واحد الجريده ولا واحد الطبيعه ولا واحد الغابه، الواحد يمشي لا ويتكالما ويهز كتيب ولا يهز قران ولا يهز اي حاجه اللي غيستافد بها هو ويستافد بها الناس. ولي دابا ولينا كنشوفوا الناس ولات يعني كتضيع الطاقه ديالها،
والمجهود ديالها في التبريرات في الخوال الخاويف هذا قال هذا قال، يعني الراس والتي ترتق. ما بغيتش ندخل في لي ديتاي باسكو هاد المواضيع هادي فايته هضرت عليها، ففي التالي ما يمكنش حتى انا نضيع فيها الطاقه ديالي الان. بركه لي انني جيت نتمتع، وبنادم عنده بزاف ديال زونغاجمون خاصو ينتبه ليهم، فما عندناش الغرض اننا نضيع وقتنا في هذا قال وهذه قالات وهذه شرحاتك بهذه الطريقه ولا قرت. الانسان له حق يشوف كيف ما بغى يشوف كذا شغله هذا، دونك هو عنده الوقت باش يضيعو يبدا يحل الناس وهذا شغله هذا. كتبقى مساله كيف ما كتشوفوا لوط كنتي كنشوف واحد اللي ماشي كيدير حركه رياضيه تبارك الله هكا خلق الواحد يجي يدير ما نضيعوش. وكل والمشكله العظمى ان كل واحد فينا عنده ما له وما عليه، خلامبولا غارق بالمشاكل غارق بالحوايج، اذا كل واحد فينا يلتفت لهمه ويلتفت اللي داكشي اللي هو اللي سلطوا عليه ربي ولا اللي فهمتي ولا تيعيشوا وصافي. ما عندنا لاش نبقاو ندورو ونشوفوا بعضياتنا وقلت هذه دارت هذه فعلات هذه دايره بحال هكا هذه دايره، فسبحان الله لا دين لا دينا ولا خلموا لها ولا خلقا انه ربي مقبول هذا الشيء. ايوا دابا ان شاء الله غادي نحاول نخليكم ونحاول انا ان شاء الله، المهم انا غير حاولت ندير معكم الدردشه في هذا الصباح باش نقول لكم يعني الواحد كيفاش يقدر يخرج من بزاف من الجو يعني السلبي الى الجو الايجابي. فقط انني دابا صايد بغيت نخرج بوحدي في هذه الوقيته، ما حد كاين الصباح وكاين الجو زوين نقي وكاين تبارك الله الطبيعه بامتياز هنا كما كنعرفوا في كندا. وكنظن اي بلاصه كنختاروا الواحد كيختار واحد المكان اللي هي اللي يريحو ويتمتع بالهواء ويتمتع بالطبيعه ويتمتع بالوريقات كيها نتوما كتشوفوهم كيمشيو مع الريح ويجي، يعني حتى داك الصوت ديال لا الوراق ولا الصوت ديال الماكينه كتشوفو هذا كله كيريح النفس. وخلاص اللي كيريح النفس بزاف هو انك كتخوي راسك من الخاويات، هذا عاوتاني حاجه كوتي اخر. ايوا نتمنىكم ان شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا متعتوا بهذا الفيديو القصير، والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم مع فيديو اخر ومع محتوى اخر. انا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نبدا هذا الكتيب هذا اللي سميتو ريفوليسيون بابا، نشوفو شنو كيقول شنو خلامو هذا كيبيك اميريك كما كنشوف هنا الكاتب ديالو، لا الكاتب ديالو فاليري هارفي، نشوفو العنوان ديالو كومو لي بير كيبيكوا ترانسفورم لا ماسكولينيتي، نشوفو واش كيقول. المهم اي معلومه كتزيدها في راسك راها كتفيدك، قولي اللي نبقاو غير باقي كنقولو يعني شوف ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الكتيب علاش كيتكلم. الله نتمنىكم تكونوا تمتعتوا بهذا الفيديو، الى اللقاء، السلام عليكم.